أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن قطاع مياه الشرب في المحافظة يشهد طفرة إنتاجية غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحلية مياه البحر إلى جانب نصيب المحافظة من مياه النيل. وخلال تفقده لمحطة المياه الرئيسية في أكيلو 17 غرب مدينة العريش، أكد محافظ شمال سيناء أن المحطة تعمل بكامل طاقتها بعد توقفها عن العمل بسبب زيادة نسبة المواد العضوية العالقة بمياه البحر، مما أدى إلى ضرورة إيقاف المحطة وإجراء غسيل عكسي للفلاتر متعددة الوسائط للحفاظ على جودة المياه المنتجة.